المصري اليوم بتتحدث عن أزمة جديدة في الأهلي قالت إن دي بين البدري وإكرامي وقالت إنه الشريف بيقول إن أنا جاهز وسليم تماما وعبد الحفيظ قال استبعاده أمام المقاولون وجهة نظر فنية ومحدش قال إنه الشريف استبعد لأنه مصاب كابتن حسام البدري ما طلعش قال كده ومدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك دي وجهة نظر فنية قال احترمها بشدة فين الأزمة بقى آه. بيقول لك أهو هي وجهه نظر انا سليم 100%، وجهه نظر فنيه احترمها بشده، كل التوفيق لزملائي، يعني شيء راقي ومسؤول وليه نحمله ان هو زعلان وازمه و ما أخد بالك يا باشمهندس، هو لما دخل في دخل شريف القايمه الماتش اللي قبل اللي فات، قالوا علي لطفي غضبان وساخط وزعلان انا مش جاي عشان اطلع برا القايمه. ما هو في واحد ثالث، ما هي في النهايه في جون هيلعب وجون هيقعد على الدكه المصري المصري. جون هيطلع بره استنى بس واخد بالك يعني الكلام اللي اتكتب ده آه. يزعل حد اهو كتب ايه انا جاهز سليم في المية مية في المية وادي تدريباتي بمنتهى القوه استبعادي من قائمه الفريق وجهه نظر فنيه احترمها بشده بشده وكل التوفيق لزملائي محمد الشناوي وعلي لطفي باقي الفريق في مباراه الغد بيتكلم على المقولين التعليق بقى وعلمت المصري ان البدري ابدا استياءه بشده مما كتبه اللاعب على حسابه ما كتبش حاجه ولا البدري ابدا استياءه لا يمكن لان ما كتب تحترم فيه صاحب يعني الراجل ملتزم لا هو هو يعني الكلام على ان اللي كتبه على حسابه غير الكلام اللي اتكتب في الجرنان يعني التصحيح في الجرنان ده حاجه تانية لكن هي ايا كانت المساله ما في جون ثالث يا جماعه كبير هيطلع بره القايمه بره قايمه ال مره هيكون على لطفي مره هيكون الشناوي مرة هيكون شريف إكرامي فكرة الاصطياد بقى أي جون هيطلع من التلاتة هتبقى فيه مشكلة وفي أمس وفي زعل وفي في أيام الراحل ثابت سابت البطل آه. قال له إيه؟ مترتبة مترتبة كده